ولد السيد الجليل علي بن الحسين عليهما السلام في الحادي عشر من شهر شعبان لثلاثة وثلاثين سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، وعلى ساكنها أفضل الصلوات وأزكى التسليم. أما أمه فهي ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود، وهي من بني ثقيف. قالوا عن سماته أنه كان معتدل القامة، عريض المنكبين، أبيض اللون، مشرب بحمرة، أسود العينين، كث الحاجبين، إذا مشى كأنه ينحدر من الأرض، يلتفت بتمام بدنه، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، وتفوح منه رائحة المسك والعنبر. عرف بالمحدث لروايته عن جده أمير المؤمنين عليه السلام، وفيه قال الشاعر: جمع الصفات الغر وهي تراثه، عن كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. أما الآن فمع كلمة الحفل يسعدنا أن نستقبل فضيلة السيد مجيد المشعل، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. نعيش خلال هذا الشهر من أوله إلى النصف منه مجموعة من المواليد الشريفة المباركة: مولد الإمام الحسين عليه السلام، مولد الإمام السجاد عليه السلام، ومولد أبي الفضل العباس عليه السلام، ومولد علي الأكبر عليه السلام. هذه الثلة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تقترن في مواليدها وفي شهادتها وعروجها إلى الله سبحانه وتعالى، لنستذكر في أيام ولادتها، نستذكر أيام شهادتها، ونستذكر واقعة كربلاء التي مثلوا فيها ذروة العطاء والتضحية والفداء. وبعد أيام كذلك ينور العالم ميلاد سيد الكون وخليفة الله في أرضه وإمام زماننا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فبهذه المناسبات جميعا نبارك لمراجعنا وفقهائنا وعلمائنا ولأتباع أهل البيت جميعا، ولكم أيها المؤمنون الكرام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المواليد وهذه الذكريات وهذه المناسبات مناسبات خير وبركة ويمن على الإسلام والمسلمين وعلى أتباع أهل البيت في كل مكان. نحتفي ونحتفل هذه الليلة بذكرى مولد هذه القامة الكبيرة والرفيعة، هذه الشخصية التي ليست من الأئمة المعصومين، إذ المعصومون معروفون في عددهم وبأشخاصهم، ولكنه يبقى شخصية ممتازة ومتميزة في
في مستوى الفكر والعطاء والاستقامة، فهو نموذج من نماذج الشخصيات الإسلامية التي بنيت على أساس الإسلام القويم وعلى أساس القرآن وعلى أساس الولاية لخط محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فيصلح أن يكون قدوة لشبابنا الأعزاء، فهو في ريعان شبابه وعنفوان قوته تقدم للشهادة بين يدي أبيه في سبيل الدين وسبيل الإسلام في سن 27 أو 26 من عمره الشريف، قدم نفسه قربانا للدين بين يدي أبيه ليعطي نموذجا للوعي والبصيرة والتضحية والفداء في سبيل الإسلام وسبيل الدين. أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي بالموت، وقعنا عليه أم وقع علينا. لاحظوا مستوى الوعي والبصيرة، بوصلته الحق، فما دمنا على الحق فلا نخاف من الموت ولا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. مستوى رفيع من البصيرة والوعي والتصميم على الاستقامة وعلى الثبات وعلى التضحية في سبيل الدين. فربما كان إنسان يعي، يمتلك وعيا ويمتلك بصيرة، ولكنه لا يمتلك حزما وعزما أكيدا على التضحية والفداء. لكن علي الأكبر سلام الله عليه كان يمتلك جميع هذه المؤهلات، كان إلى جنب وعيه وبصيرته كان يمتلك إرادة قوية وعزما أكيدا، السلام عليكم ورحمة الله، وتفانيا في سبيل الدين. ولذلك على الشباب المؤمن أن يستلهم ويقتدي ويتأسى بهذه الشخصية الإسلامية الكبيرة. ربما اعتذر البعض بأنني لا أستطيع أن أجاري المعصوم، إنه مقام يعيش النزاهة والطهر من أول أيامه، وهو ممن اصطفاه الله سبحانه وتعالى، فأين أنا ولا أستطيع أن أجاري المعصوم. لئن صح مثل هذا الكلام بالنسبة للمعصومين فلا يصح بالنسبة لمثل علي الأكبر، فإنه شخص عادي ليس معصوما وتمكن أن يرقى إلى هذه المستويات. فلا يبقى لأحد منا أن يحتج أو يعتذر بأنني لا أستطيع أن أجاري المعصومين. فعلي الأكبر ليس معصوما، إنسانا عاديا ليس ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى اصطفاء خاصا، ولكنه ومن خلال استقامته ووعيه وبصيرته وعزمه وإرادته استطاع أن يبلغ هذه المراتب الرفيعة وأصبح ذلك الشخص الذي قطع قلب الحسين الإمام الحسين عليه السلام عندما رآه مقطعا على بوغاء كربلاء، لما يرى فيه من ولد بار
بني وتربى على أساس الإسلام وعلى أساس القرآن، فحري بشبابنا أن يتخذوا من علي الأكبر سلام الله عليه أسوة وقدوة لهم، فليكن كل واحد منا يضع علينا الأكبر نصب عينه ويحاول أن يتشبه به وأن يحاكيه وأن يقترب من وعيه وبصيرته واستقامته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نأتي إلى الأب الذي قدم ابنه بكل إخلاص وبكل صدق لما يرى من عزة للإسلام ورفعة للإسلام وعظمة للإسلام، بحيث يصغر أمامه كل شيء. علي الأكبر وما يمثله من مقام رفيع في نفس أبيه الإمام الحسين عليه السلام، لما كان له من صفات خلقية وخلقية شبيهة برسول الله صلى الله عليه وآله، كان قطعة من الجمال في صورته، ونموذجا رائعا وراقيا في وعيه وثقافته واستقامته، كان عزيزا على الإمام الحسين عليه السلام، ولكن الإسلام أعز، أعطى للأمة هذا الدرس بأن الأب مهما كان متعلقا بأبنائه ومحبا لهم ومستعد لتقديم كل شيء من أجلهم، من أجل تربيتهم ورعايتهم، إلا أنه يصبح نعم يقدمهم بكل إخلاص بين يدي ربهم ولأجل دينهم. الإمام الحسين عليه السلام قدم هذه الصورة الراقية والرائعة للإيثار وللصبر ولتقديم الغالي والنفيس لأجل الدين ولأجل المبادئ والقيم. من هنا نحن عندما نقف لنحيي هذه المناسبات نستحضر جميع هذه القيم، جميع هذه الشخصيات التي تمثل رموزا كبيرة في الإسلام، وهذا هو سر وفلسفة إقامتنا للاحتفالات والمناسبات. لا نقيمها كهوس وكشهوة، وإنما نقيم هذه الاحتفالات لما تمثله من وعي للدين ومن حرص على الدين ومن ارتباط بالدين. نحن عندما نحيي هذه المناسبات نخلد ذكرى هذه الرموز الكبيرة وهذه القامات الشامخة وهذه القيادات الربانية، نحاول أن نحيي ذكرها، نستحضر صفاتها ومواقفها في حياتنا، نحاول أن نستحضر هذه الشخصيات في حياتنا في مجتمعاتنا. فإحياؤنا لهذه المناسبات ليس نحوا من الطرب والهوى واللهو،
وإنما هو تعبير عن وعي عميق وعن التزام أكيد وعن حب كبير لإسلامنا وديننا وقيمنا ورموزنا. ولا يمكن أن نفهم الإسلام إلا في إطار هذه الرموز الكبيرة. الإسلام ليس مفاهيم طائرة في الهواء، وإنما هو قيم وحقائق جسدها هؤلاء الأبطال، هذه القيادات. فنحن عندما نحيي ذكراها في الحقيقة نستحضر مواقفها، نستحضر استقامتها، نستحضر وعيها، بصيرتها، ونحاول أن نستلهم منها جميع هذه المعاني. في محاولة لأن نعيش الإسلام في حياتنا، الإسلام الذي يعبر عنه هذه الرموز وهذه الشخصيات الكبيرة، نحن لا نستطيع أن نفهم الإسلام إلا في إطار هذه القدوات. الإسلام البعيد عن هذه الرموز وعن هذه القيادات الربانية، الإسلام البعيد عن محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وإسلام عائم، إسلام لا صورة واضحة له، لا شكل ولا لون ولا طعم له. أما الإسلام الذي جسده محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وضحوا لأجله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وضحوا لأجله بكل وجودهم، هذا الإسلام إسلام حي، إسلام نابض، الإسلام الذي قدم الإمام الحسين عليه السلام دمه رخيصا من أجله، هذا إسلام ليس مجرد مفاهيم، وإنما هو وليس مجرد تصورات، وإنما هو حقائق ماثلة شاخصة مثلها هؤلاء. نحن لا نفهم الإسلام إلا من خلال هذه القيادات الربانية وهذه الرموز العملاقة التي قدمت لنا الإسلام في أجلى صوره وفي أحسن صوره وفي أصدق صورة له. المفهوم الإسلامي عندما نأتي له بعيدا عن القدوة يبقى مفهوما مشككا، مفهوما عائما، مفهوما قابلا للاجتهادات. أما عندما نأخذه في إطار القدوة فهو مفهوم واضح جلي مشخص. وأضرب لكم أيها الأحبة مثالا على ذلك. عندما نأتي إلى الحجاب فتارة نتعامل معه ونتعاطى معه كمفهوم إسلامي قد دعا الإسلام إليه وحث عليه، الحجاب واجب، لكن عندما تأتي المرأة
وتضع قطعة على رأسها وتخرج وجزء كبير من شعرها خارج، تتحدث معها، تقول لها: لماذا لا تتحجبين؟ قالت: أوليس هذا حجاب وأنا متحجبة؟ فيبقى هنا مجال للاجتهاد، أنت تقول لها ليس حجاب وهي تقول أني متحجبة، ماذا تريد؟ هذا حجاب. المفهوم قابل للاجتهاد وللجدل، لكن أيها الأحبة، عندما تقول لها هذا حجاب زينب، تقف وترتعد ولا تجرأ أن تقول أن هذا حجاب زينب وأن هذا حجاب الزهراء، لا تستطيع ذلك أبدا. لاحظوا كيف أنك عندما تأخذ المفهوم في إطار القدوة يكون مفهوما محددا مشخصا واضحا جليا غير قابل للجدل وغير قابل لللف والدوران وغير قابل للاجتهادات الشخصية. هذه نفسها التي تقول قبل قليل بأنني محجبة وتجادلك، عندما تقول لها هذا هو حجاب زينب، هذا حجاب زينبي، تقف ولا تجرؤ على أن تدعي ذلك أبدا. من هنا دعانا الإسلام إلى أن نأخذ، دعانا القرآن إلى أن نأخذ الإسلام في إطار القدوة: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله وفي عترته الطاهرة وفي كل من مثل نماذج راقية وقريبة من خط الإسلام الأصيل وخط محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من هنا نحن نصر على ضرورة أن نحيي ذكرى هذه الشخصيات وهذه القامات الرفيعة وهذه القيادات الربانية، لنقترب منها ونستلهم منها ونسير على نهجها ونعيش في ظلها. مرة أخرى نبارك لكم هذه المواليد الشريفة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أيام سعد ويمن وبركة ونصر وعزة وكرامة للإسلام والمسلمين. غفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نشكركم سماحة السيد على ما أفدتمونا من معلومات قيمة، أدامكم الله معلما معطاء للمؤمنين.